السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم بشارة، قولوا بشر. الله يبشركم بالخير، أبشروا بالخير. هذه البشارة يا الأحبة فرح الصحابة رضي الله عنهم فرح عظيم بها. قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه البشارة. البشارة هي يا الأحبة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال الرجل: يا رسول الله، والله ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بمثل فرحنا بهذا الحديث. قال أنس: والله إني لأحب رسول الله. قال أنس رضي الله عنه: والله إني لأحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأسأل الله أن يجعلني معهم وإن لم أعمل بمثل أعماله. وأنا والله إني لأحب رسول الله، وأحب أبا بكر وعمر والصحابة رضي عنهم وجميع الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم كذلك أحبوا الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يجعلكم الله عز وجل معهم يوم القيامة. حتى وإن كنت مقصر، حتى وكنت مذنب، برضو أحب الصالحين، أحب الصالحين، وكن كما قال القائل: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. والله يا أحبة تعجبني بعض المقاطع من بعض الشباب الذين يدافعون عن الصالحين ويدافعون عن أهل الخير وإن كانوا مقصرين. هؤلاء أنا أقول لهم: أبشروا بالخير، والله لن يضيع الله حبكم هذا، لعل الله أن يرحمكم بهذا الحب. والله إني أتعجب كل العجب من مسلم يكره الصالحين، من شاب يكره أهل الدين. الله المستعان. يا أحبة والله لا يكره الصالحين إلا المنافقون والكافرون، كيف تتشبه بهم يا ابن الإسلام؟ حتى وإن حصلت منهم بعض الأخطاء فهم بشر غير معصومين. اكره الخطأ ولكن لا تكره الدين وأهله. وأخيرا أبشركم بشارة أخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا أحببت الصالحين ستحشر. والله إني متأمل في من يحب الصالحين أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه وأن الله سيهديه بسبب حبه للصالحين. والبشارة الأخيرة ونحن ماشيين أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأحبكم في الله، وأحب كل الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.